السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل بقية جزء المية، هنتكلم عن ملوثات الماء وأضرارها. طيب قبل ما اتكلم عن ملوثات الماء، يعني ايه او ايه هي انواع الملوثات؟ قال لي احنا قسمناها لنوعين، ملوثات طبيعية وملوثات صناعية. ايه هي الملوثات الطبيعية؟ اللي بيكون مصدرها بعض الظواهر الطبيعية زي حدوث البراكين، فبيؤدي لانتشار بعض السحب اللي هي بتكون محملة وآثار البراكين، أو إن هي طبعا الدمار والتخريب اللي موجود، أو البرق المصاحب للعواصف الرعدية. طيب إيه هي بقى الملوثات الصناعية؟ قال لي مصدرها أنشطة الإنسان المختلفة، وما شاء الله إحنا عندنا الإنسان من تلوث ضوضائي لتلوث إشعاعي لتلوث مش مخلي بصراحة، الحمد لله. طيب لو أنا جيت بعد كده عشان اعرف يعني ايه تلوث الماء، هعمل ايه؟ هجيب 3 اواني زجاجيه واحط فيهم اول املاهم الثلاثه بميه من الحنفيه، واحط في بعض منهم اول واحد هحط فيه معلقتين من المنظف الصناعي اللي هو بتاع غسيل الاطباق، تاني حاجه احط معلقتين سماد، تالت حاجه احط الميه بدون اضافات، وبعدين اضيف لهم ميه خضراء. ميه خضراء يعني تحتوي على طحالب، كلمه الماء الاخضر يعني بيحتوي على طحالب، واسيبهم واغطيهم شويه كده لمده 3 ايام، واغطيهم في الاناء او عندي اغطي الاناء ده لمده 3 ايام. افتكروا ايه اللي هنلاحظه؟ قال لي هنلاحظ ايه؟ الميه اللي ملوثه بالاسمده الزراعيه ادت للنمو السريع للطحالب، فقلل من كمية الأكسجين الزايبة في المية. طيب المية اللي ملوثة بالمنظف الصناعي أدت إلى نمو سريع للطحالب، وبرضه قلل من كمية الغذاء المتاح. طب إيه الحاجة اللي نفعت؟ قلل المية بدون أي إضافات. طب أستنتج من ده إيه؟ يعني إيه كلمة تلوث ماء؟ قال لي هي إضافة أي مادة إلى الماء بشكل تدريجي بيغير من خواصه مما يؤثر على صحة الكائنات الحية. شرط أساسي بيأثر على صحة الكائنات الحية، لأن احنا في بعض المواد بنضيفها للمية وبنشربها زي العصاير، يبقى الشيء الأساسي إنها تأثر على صحة الكائنات الحية، على صحة الكائنات الإيه؟ لو انا جيت بقى اتكلمت على الملوثات الصناعيه، انا قسمتها ل4 فروع: تلوث بيولوجي، تلوث كيميائي، تلوث حراري، تلوث اشعاعي. يبقى انا قسمتها ل4 ملوثات: تلوث بيولوجي، تلوث كيميائي، تلوث حراري، تلوث اشعاعي. هبدا اول حاجه اتكلم عليها التلوث البيولوجي. يعني ايه كلمه بيولوجي؟ قال لي هي بتنتج اختلاط فضلات الانسان او الحيوان بالميه، ده بيؤدي لايه؟ للاصابه بالعديد من الامراض زي مرض الفيلهارسيا والتيفويد والتهاب الكبدي الوبائي. يبقى التلوث البيولوجي بيؤثر على صحه الانسان، بينسب له الامراض زي الفيلهارسيا والتيفويد والالتهاب الكبدي الوبائي. طيب لو جيت اتكلمت على التلوث الكيميائي، ده إلقاء مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في السرع والأنهار والبحار. طب ده بيؤدي لإيه؟ قال لي بيزود نسبة العناصر اللي بتلوث المية. طب أول حاجة اتناولنا سمك يحتوي على تركيزات عالية من الرصاص. تركيزات عالية من إيه؟ من الرصاص. قال لي يؤدي إلى تدمير أو موت خلايا المخ. طيب شربت ميه فيها نسبه زياده من تركيز الزئبق، قال لي يؤدي الى فقدان البصر. طب زرنيخ، الاصابه او ارتفاع معدل الاصابه بسرطان الكبد. يبقى بيجي لي في امتحان يقول لي اكمل شرب الماء به زياده بتركيز الزئبق يؤدي الى، اقول له فقدان البصر. يبقى رصاص تدمير خلايا مخ، زئبق يبقى فقدان البصر، زرنيخ الإصابة أو رفع معدل الإصابة بمرض السرطان. طيب
طب ايه بقى هو التلوث الحراري؟ فاكرين المفاعلات النووية اللي كنا بنتكلم عليها والمية اللي كانت بتبردها؟ ان انا ارمي المية اللي استخدمت في تبريد المفاعلات النووية في مياه الايه، في مياه الانهار، ده بيؤدي لايه؟ ارتفاع درجة الحرارة، درجة حرارتها بتكون مرتفعة جدا، مما يؤدي الى انفصال الاكسجين الزايد في المية اللي بتتنفسه الاسماك، فيؤدي الى هلاكها. لما يجي سؤال يقول لي علل هلاك الكائنات البحرية عند إلقاء مياه تبريد المفاعلات النووية، هقوله نتيجة لحدوث انفصال أكسجين الزائد في الماء، مما يؤدي إلى هلاك الكائنات البحرية، مما يؤدي إلى هلاك الكائنات البحرية. آخر حاجة عندي التلوث الإشعاعي، إن أنا وأنا برمي مياه تبريد المفاعلات يتسرب بعض المواد المشعة من المتفاعلات دي أو المفاعلات النووية أو إلقاء المستويات الذرية في البحار والمحيطات. دي معلومة إسرائيلية بس بيقولها لك كده، بما يؤدي ارتفاع معدل الإصابة بأمراض السرطان، وإحنا ملاحظين إنها بدأت تزيد بالشكل اللي إحنا ما كناش متخيلينه. طيب إزاي أحافظ على المية بتاعتي من التلوث؟ أول حاجة القضاء على ظاهرة التخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع وإلقاء الحيوانات في النيل والترع. تاني حاجة عندي تطوير محطات تنقية المياه، وإن أنا أحلل أجري أعمل تحاليل دورية عشان خاطر أتأكد من مدى صلاحية المياه للشرب، المياه للإيه؟ للشرب. أنشر الوعي بين الناس حول أهمية المياه، إن أنا أحميها من التلوث. رابع حاجة تطهير خزانات المية وأصلح العمارات بشكل دوري ومستمر. خامس حاجة عدم تخزين مياه الصنبور في زجاجات المياه المعدنية، وده سؤال من الأسئلة اللي دايما تيجي أقول له ليه؟ قال لي إن الكلور اللي بنستخدمه في تطهير المية بيتفاعل مع زجاجات البلاستيك، مما يؤدي إيه؟ إلى رفع الإصابة بمرض السرطان. يبقى كده أنا عرفت أنواع التلوث، وعرفت يعني ايه كلمة تلوث، وازاي احافظ على المية من التلوث. يا رب نحافظ بإذن الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.